السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العمل تطلق خدمة نجيك لبيتك للتخفيف عن كاهل ذوي الإعاقة والعاجزين. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق خدمة نجيك لبيتك لغرض التخفيف عن كاهل ذوي الإعاقة والعاجزين وتبسيط إجراءات معاملاتهم. وذكر بيان للوزارة أن هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أطلقت خدمة نجيك لبيتك لغرض التخفيف عن كاهل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعاجزين وكبار السن المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية وتبسيط إجراءات معاملاتهم بتوجيه من وزير العمل أحمد الأسدي. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف الموسوي إن الخدمة تتضمن قبول تقديم البيان السنوي للمعاقين من قبل ذويهم وإمكانية إثبات شهادة حياته بالمشاهدة عبر تطبيق الواتساب أو تكليف باحث اجتماعي لزيارته لمحل سكناه لهذا الغرض. هيئة التقاعد تعلن إكمال دراسة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين. أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية عن إكمال دراسة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين وإرسال النتائج والتوصيات إلى مكتب رئيس الوزراء. التقاعد توضح بشأن مستحصلي القروض والسلف من الموظفين المحالين للتقاعد. أوضحت هيئة التقاعد الوطنية بشأن مستحصلي القروض والسلف من الموظفين المحالين على التقاعد. وذكرت وزارة المالية في بيان أنه برعاية مدير عام الدائرة الإدارية والمالية صادق هويدي عباس ومتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، أقامت الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة ورشة عمل تعريفية حول إجراءات هيئة التقاعد الوطنية الداعمة لشريحة المتقاعدين بمشاركة وكيل الهيئة حسام عبد الستار وحضور ممثلي أقسام التقاعد في تشكيلات الوزارة كافة. وأضاف البيان أن الورشة شهدت محاضرة تعريفية بإجراءات التقاعدية الجديدة ألقاها وكيل رئيس الهيئة والتي تأتي انسجاما مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء الداعمة للمتقاعدين والمتضمنة تهيئة المعاملة التقاعدية قبل 6 أشهر من الإحالة إلى التقاعد واعتماد مخول للدوائر التابعة للوزارات لاستكمال الإجراءات اللازمة. أوضح أنه في حال حصول الموظف المحال على التقاعد على قرض أو سلفة سيتم تحويل مبلغ الاستقطاع على الراتب التقاعدي بدون شرط، مضيفا أنه يتم تسليم الهوية التقاعدية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وتسليمها يوم انفكاك الموظف من دائرته. وتابع أن الهيئة مستمرة بتدقيق وإنجاز المعاملات للموظفين المحالين على التقاعد بصورة ميدانية داخل مؤسسات الدولة كافة دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة عبر الفرق الفنية المختصة واستحداث مراكز لإنجاز المعاملات ضمن الوزارات بالتعاون مع أقسام التقاعد فيها. السوداني يطلق تعهد يخص الموظفين والمتقاعدين الذين لا يمتلكون قطع أراضي سكنية. أطلق رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني تعهدا بمعالجة ملف الموظفين والمتقاعدين الذين لا يمتلكون قطع أراضي سكنية، وقال أن الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراضي سكنية وسنعمل على معالجة هذا الملف، لافتا إلى أن واحدا من أسباب لجوء المواطنين للتوظيف الحكومي هو الحصول على قطعة أرض. وأضاف نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، مؤكدا أن المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين وليس للموظفين فقط. وتابع سنبني مدن سكنية جديدة متكاملة الخدمات وليس مجمعات سكنية، مبينا أن المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارها لن تكون مرتفعة. وأكد رئيس الوزراء سنوزع قطع أراضي في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة.